اروح للكابتن ماهر. كل الجزئيات اللي اتكلم عليها الكابتن فتحي نصير اعتقد اجزاء مهمه، لكن الجزء الاهم كمان ظهور شخصيه البطل، وده اللي اتكلم عليه يمكن كابتن محمود الخطيب قبل ما البعثه تسافر، ان انتوا تروحوا بشخصيه البطل. شخصيه البطل الحائز على النسخه التاسعه، شخصيه البطل من خلال التاريخ، وده اللي ظهر من اول دقيقه في المباراه يا كابتن ماهر. بالظبط يا كابتن يامن زي ما قلت كده، وعايز اكد على كلام الكابتن فتحي بالنسبه للتوفيق. هو المنظومه بتاعت الاهلي كلها فيها توفيق بشكل كبير، من مجلس الاداره، من رئيس النادي، للجنه التخطيط، للعيبه، لجمهور النادي الاهلي، وتملي المنظومه بتتعب وبتجتهد، ومن هنا بيجي التوفيق. عارف انت لو المنظومه مكسله او مؤخره او مقصره في قرارات، في لوائح، في تنظيم، في جهاز فني يعني ما بيتابعش مباشرة، ما بيجتهدش، ما بيذاكرش، لعيبة ما بتحافظش على نفسها، لعيبة ما بتجتهدش في الملعب، لما بيحصل نوع من الخسارة اللعيبة بتأنب نفسها وبتحاول بسرعة عايزة المباراة التانية تيجي بسرعة عشان تبدأ تعوض. هي كل ده اللي ذكره الكابتن فتحي، كل ده موجود في منظومة النادي الأهلي، منظومة البطولة. النادي اللي حقق 42 بطوله، حقق كاس افريقيا 9 مرات، كل الكلام ده نتيجه المجهود اللي بتبذل من المنظومه، كل واحد بيكمل التاني. يعني طول عمرنا احنا متورثين من مجالس الاداره المحترمه للاجهزه الفنيه اللي بتيجي وبتشتغل وبتحاول ان هي تنجح، من لاعبين بيكملوا بعض، فكل ده هاني بيجيب توفيق. لو ما كانش في يعني المنظومه دي ككل بالمجهود اللي بتبذل فيها بشكل احترافي، ما كانش هيبقى في توفيق بهذا الشكل. يعني عايز اقول لك احنا في المباراه دي كل الناس والاهلاويه 70 مليون و 80 مليون حاسين النادي الاهلي هيكسب، من شكل اللعيبه وهي في المطار، من شكل اللعيبه وهي في التمرين، من شكل اللعيبه وهي مركزه في الاكل، في النوم، في النظام. من اول ما الحكم صفر خلاص احنا كلنا احساس النادي الاهلي هيكسب. واضح ان البدايه الشخصيه اللي بتكلم عليها هاني، شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، هي دي اللي احنا تعودنا عليها واللي تعود عليها الجيل ده. فدي مش سهله ومش موجوده في حتت كتيره جدا في جميع المنظومات الموجوده حوالينا، هو النادي الاهلي بس اللي مميز بهذه الشخصيه. شخصيه البطل واضحه قوي في الكيان ككل، الجهاز الفني والاداري واللاعبين وجمهور وراهم اللي هو بيساندهم بشكل كبير، وعنده ثقه في هؤلاء اللاعبين، واللعيبه كمان عنده حسن ظن الناس. يعني اللعيبه بصراحه عملت مباراه كابتن هاني من افضل المباريات اللي شفناها من خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا في هذه البطوله، مع الظروف طبعا الموجوده، بالرغم طبعا ان طبعا الحمد لله كان موضوع الحراره كان قليل، لكن كان مازال طبعا النجيل الصناعي كان بيختلف كتير جدا، وشفنا يعني في لقطات كده من المباراه ان يعني ما كانش برضو مساعده اللعيبه بشكل كبير، كنا خايفين على اللعيبه بالنسبه للاصابات، اصابه مثلا محمد شريف كنا قلقانين عليها. لكن كل حضرتك بتتكلم عليها كابتن ماهر ان الاصرار، وان كان دايما كنت بقول لهذه المباريات هي مباريات لعيبه، حتى في اداره فنيه وقامت بدور اكتر من رائع، لكن اللعيبه نفسهم داخل الملعب اعتقد كانت من افضل المباريات على المستوى الفني، على مستوى التركيز، على مستوى التحركات، على مستوى تقسيم المباراه نفسها من حيث اللياقه البدنيه، ان انت امتى تضغط وامتى تقف. كل الامور دي يعني طلعت صوره اكتر من رائعه، والنادي الاهلي بيكسب 3-0. الفرقه دي عمرها ما اتغلبت بهذا الرقم من يعني من عدد الاهداف على ملعبها. كل كونغو يعني على مجال تاريخ الكونغو لم يخسر له اي فريق او فريق مصر كسبه هناك. كسب يعني مش الفرقه دي بس، الفرقه دي اول مره تغلب 3 كمان بهذا العدد من الاهداف يعني.